يا مرحبا، اليوم رح نسوي مع بعض قطع كروشيه صغيرة ممكن تجي تحت الكاس أو المج بشكل سهل وبسيط. الأدوات اللي نحتاجها حيكون الخيط والألوان حسب الرغبة، الإبرة مقاسها حسب حجم الخيط اللي عندكم، والمقص. حنبدأ بخمس غرزات سلسلة، وبعدين نقفلها بغرزة منزلقة. وبعدين حنبدأ في السطر الأول، حنسوي 3 غرزة السلسلة، وبعدين نسوي غرزة عمود بلفة ونعملها 20 مرة حتى نهاية السطر. وهنا بعد ما خلصنا السطر الأول حنقفل بغرزة منزلقة، ونبدأ في السطر الثاني ونسوي 3 غرزة السلسلة، وبعدين نسوي فوق كل غرزة عمود بلفة من السطر الأول 2 غرزة عمود بلفة في السطر الثاني لين نهاية السطر. دحين حنقفل السطر الثاني بغرزة منزلقة زي الخطوتين الأولى، وبعدين حنبدأ بالسطر الثالث ونسوي 3 غرزة السلسلة، وبعدين غرزة عمود بلفة في نفس مكان السلسلة زي ما هو باين لكم، وبعدين حنسوي عمود بلفة مرتين مفرقة، والمرة الثالثة حتكون عمود بلفة مرتين في نفس المكان زي ما هو باين لكم في الفيديو.
دحين خلصنا من السطر الثالث وحنقفله زي الخطوات اللي قبل. وبكده نكون خلصنا من اللون الأبيض وحنقصه وحنخفي اللي بيجي بدي الطريقة. ودحين نجيب اللون الثاني عشان نبدأ به. دخلنا الخيط الثاني زي ما انتم شايفين وحنبدأ في السطر الرابع، وحتكون البداية كالعادة 3 غرزة السلسلة. وبعدين حنسوي عمود بلفة في نفس بداية السلسلة، وبعدها حنسوي عمودين بلفة في نفس المكان زي ما هو واضح لكم. وبعدين حنسوي غرزتين سلسلة ونسيب فراغين، وحنسوي عمود أو عمودين بلفة من نفس المكان مرتين زي ما هو باين لكم، وحنكمل بنفس الطريقة لين نهاية السطر.
دحين خلصنا السطر الرابع ونقفله بنفس الطريقة ونسوي غرزة منزلقة، وبعدين نبدأ في السطر الخامس. حنسيب فراغين من تحت زي ما انتم شايفين، وبعدين نبدأ نسوي غرزة عمود بلفة 7 مرات. حنتأكد من العدد ونحسب 7 غرز، وبعدين نسوي غرزة منزلقة ما بين الأربع العواميد بلفة اللي تحت. وحنكمل بنفس الطريقة لين نهاية السطور. وخلصنا السطر الخامس، دحين حنقفله بغرزة منزلقة ونثبت الخيط ونقصه.
وبكده وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله تكونوا استفدتوا وعجبتكم الفكرة. لا تنسوا الشير واللايك والسبسكرايب.